تعلمنا حول الأنماط سابقاً وكيفية تطبيقها على طريقة عرض فردية. إذا كنت تريد تطبيقها على جميع طرق العرض في نشاط أو تطبيق، قم بذلك عن طريق تحديد سمة نسق على علامات النشاط أو التطبيق في بيان أندرويد. الآن نصمم شريط الإجراءات ليشبه هذه التصميمات الأولية البصرية للنشاط الرئيسي ونشاط التفاصيل. يعد نشاط الإعدادات حالة خاصة لأنه يمتد من فئة نشاط التفضيلات بدلاً من نشاط شريط الإجراء، لذا يتعين القيام به في القسم التالي. بالنسبة للحالتين هنا، نريد أن يكون لون الخلفية لوناً سداسياً عشرياً أزرق. نلاحظ أن نشاط التفاصيل لا يعرض سوى العنوان وليس رمز التطبيق. هذا زر للعودة للنشاط الأصلي. إذا كنت ترى العلامات البصرية تعرض رمز التطبيق أو الزر لأعلى مختلفاً، فهي قديمة. تصميم المادة هو مظهرنا الجديد. من ناحية أخرى، يعرض النشاط الرئيسي الشعار. إنها سمة مختلفة عن رمز التطبيق. تم تقديم هذا في صورة قطرة الحمض وتسمى IC_Logo. بسبب هذه الاختلافات، نحن بحاجة للنسقين مختلفين. نستخدم App Theme لنشاط التفاصيل وForecast Theme للنشاط الرئيسي. في تصميم المادة، يمكنك اختيار ألوان تطبيق متعددة وتحديدها في النسق لديك لتلوين مكونات واجهة المستخدم المعينة التي يتحكم فيها إطار العمل. سيستخدم إطار العمل Color Primary كخلفية لشريط الإجراءات أو شريط الأدوات لديك. سيستخدم أيضاً Color Primary Dark كلون لشريط الحالة. لتخصيص نسق التطبيق الخاص بنا، انتقل لملف Styles في مجلد Values. ينبثق App Theme خاصتنا من نسق النظام للحصول على تطبيق فاتح، لأن لدينا مجال محتوى فاتح مع Dark Action Bar. نحدد Color Primary ليكون لون Sunshine_Blue. سيتم عرض هذا في شريط الإجراء المعروف باسم شريط AT. بعد ذلك نقوم بتعيين Color Primary Dark ليكون هذا هو اللون الأغمق. سيتم عرضه في شريط الحالة. عادة ما يكون لون شريط الحالة أغمق من لون شريط الإجراء. يحدد اللونان في ملف Colors.xml. بالنسبة للنشاط الرئيسي، نقوم بإنشاء Forecast Theme ونستخلص من App Theme في حالة عدم وجود المزيد من السمات التي نريد إضافتها هنا. بعد ذلك نقوم باستخلاصها بلا مقابل. مع ذلك قمنا بتجاوز Action Bar Style، ذلك حتى نتمكن من تعيين الشعار للإشارة إلى ملف Drawable وتغيير Display Options حتى يظهر الشعار. لمزيد من المعلومات حول Display Options لشريط الإجراءات، اطلع على القائمة هنا. إذا قمت بتشغيل التطبيق الآن، سيظهر ظل أسفل شريط الإجراءات. هذا هو السلوك الافتراضي. مع ذلك، وفقاً للتصميمات البصرية خاصتنا، نريد أن نجعل شريط الإجراء وعنصر اليوم بالخلفية الزرقاء ليكون على نفس المستوى. هذا يعني أننا لا نريد أن يلقي أحدهما ظله على الآخر، لذا قمنا بتعيين قيمة ارتفاع شريط الإجراء لتكون صفراً في حالة وضع الجزء الواحد. أما إذا كان في وضع الجزئين، فلا يحتوي عنصر اليوم على خلفية مميزة. الأفضل أن يلقي شريط الإجراء بظله. استمر في ذلك وقم بالتغييرات باستخدام النقاط الرئيسية المقدمة.